على حاجز قلنديا بالضفة الغربية، تجمع فلسطينيون من الضفة الغربية وفلسطينيو عام 48 إضافة إلى مجموعة من سكان الجولان المحتل في وقفة مناصرة للرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى. مراسلتنا نبيل الفرسخ كانت هناك ووافتنا بتفاصيل هذه الوقفة. كل الخزي وكل العار لا أدوات الاستعمار. وقفة تضامنية مؤيدة للنظام السوري نظمت اليوم بالقرب من حاجز قلنديا العسكري بمشاركة عدد من أهالي الضفة الغربية والداخل والجولان للإعلان عن رفضهم للتدخل الأجنبي في سوريا وما أسموه المؤامرة الصهيو أمريكية. نحن ضد المؤامرة التي تعمل بأيادي أمريكية وبأيادي صهيونية ضد دولة عربية ممانعة تعتبر هي الرصيد الأخير للأمة العربية وللأمة الإسلامية والضامن الأكيد والوحيد الذي يستطيع أن يحرر البلاد. مين اللي دخل عنا قبل إسرائيل على المخيم ولا بتنسى أن أبونا بشار. الوقفة لم تكتمل فسرعان ما تحولت إلى جدل بين مؤيدي نظام الأسد ومعارضيه الذين هاجموا الفعالية ومنعوا المشاركين من إقامتها. أتينا من القدس ومن رام الله، أتينا من عدة، لكن أنت رأيت كيف بعثرونا. نحن نريد أن نقول ببساطة للإسرائيلي أن ارفع أيديك عن سوريا. ما يحدث الآن في سوريا هو ليس فقط مؤامرة، نحن تجاوزنا المؤامرة، هو عدوان مفضوح. احنا طبعا ضد اللي بصير هون، لأن احنا ضد النظام السوري وضد بشار الأسد على اللي سوى واللي بيسوي بالشعب السوري وأبناء مخيماتنا اللاجئين بسوريا. الجدير بالذكر أن الفعاليات المؤيدة للرئيس السوري في الضفة الغربية هي أقل من تلك المعارضة، حيث شهدت عدد من المدن الفلسطينية مظاهرات عدة تندد بما يصفه القائمون عليها بالمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في حق شعبه. رغم تحفظ معظم الفصائل الفلسطينية عن إعلان مواقفها جراء ما يجري في سوريا، إلا أنه على المستوى الشعبي ينقسم الفلسطينيون بين مؤيد ومعارض لنظام بشار الأسد، لا سيما في ظل ضبابية المشهد حول المسؤول عن المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري. من أمام حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة، نبيل الفرسخ، قناة رؤيا.